أهلا، السلام عليكم. محمد الزعف، إذا مشترك عيد نسبة. تبارك الله عليك. الثانوية؟ وادي الدهب. وادي الدهب. الاسم ولا بقى أنا متزوج الثانوية وادي الدهب. اسمي هدي جميع مشترك أدب ثانوية وادي الدهب التهلية. وادي الدهب. اسم كامل أسامة بن سونا، جميع مشترك علمي زوج ثانوية وادي الدهب. محمد أمين قادم من ثانوية وادي الدهب ولا بقى أدب زوج. عيد مبارك عبد الرحيم، جدا مشارك أدب ثلاثة من ثانوية وادي الدهب. محمد عمراوي ولا باك علمي سيسي. سفيان عوادي ثانية باك علمي ثانوية وادي الدهب. عبد الرحيم الزيتوني ثانوية وادي الدهب، جدا مشترك أدب ثلاثة. أسامة الزايخ سن 17 سنة من ثانوية وادي الدهب ولا باك علوم تجريبية خمسة. خياط هشام ثانوية وادي الدهب ولا باك علوم. اسيدي تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في مكتب جريده الجسور، والباب الان راكو حنا موجودين عندنا، واللي عندكم شي حاجه بغيتوا توصلوها الراي العام في الكاميرا ديال الجسور وديال وجده تي في راه مفتوحه. اذا اخي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البدايه نحيي كافه التلاميذ الذين انتفضوا من اجل المطالبه بحقوقهم، ثانويه وادي الذهب وثانوية عبد المؤمن وثانوية زيري وثانوية عمر وكل الثانويات التي تواجدت أمام ساحة 9 يوليوز قرب نيابة وجدة من أجل المطالبة بحقوقهم ومن أجل أن تكون هناك تعليم ينصف كل التلاميذ ويدافع عن حق جميع التلاميذ من أجل أن يجعلهم سواسية، وهو المطالبة بأن يكون هناك خرج هؤلاء التلاميذ من أجل أن يطالبوا بأن يكون هناك تعليم ليس بذلك التعليم الطبقي الذي يتعامل مع فئة دون أخرى، حيث أنه قالوا على أن بعض الثانويات قد يكون لديهم الثانويات الذين يعني دوك الثانويات اللي كيخلصوا عليهم الفلوس ربما قد تكون نقطة المراقبة المستمرة أعلى مقارنة بالثانويات العمومية، تلاميذ الشعب الفقراء الذين لا يجدون ما يصرفونه على أنفسهم من أجل أن يتعلموا، وهذا ما قام به التلاميذ وعلى رأسهم تلاميذ ثانوية وادي الدهب الذي أحييهم من هذا المنبر، الذين أرادوا أن يدافعوا عن هذا الحق، وتحاور مجموعة من التلاميذ مع النائب العام لمدينة وجدة نائب وزارة التعليم بمدينة وجدة، فأخبرهم بمجموعة من الأمور وأوضح لهم مجموعة من الأمور التي تتعلق بهذا الأمر، فخرج التلاميذ من ذلك المنبر وهو البيرو ديال السيد النائب، حيث أنهم تحاوروا معه بشكل واضح وبشكل جدي وكامل وتصرفوا معه بكامل الأدب، وبحيث أنه قال لهم على أن هذه المذكرة بدل أن يكون الأستاذ يسجل النقاط داخل الإدارة أصبح يدفع النقاط في مسار وهو برنامج إلكتروني، بحيث أن الأستاذ يدفع النقطة في هذا البرنامج. شكرا. إذا شي واحد من الإخوان اللي بغى يزيد شي كلمة يدير شي كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بغيت نبديك سميت غادي نتكلم باللغة الدارجة، غادي نقول لك سميت كاع من بداية تحت الانتفاضة اللي وقعت من الساعة 10 صباحا من ليسي وداها ستجهنا نحو نيابة وداها تمشينا على رجلينا سميت باش نوقفوا باش نبلغوا هاد الرسالة اللي رحنا جايين نقولوها، سواء هي نحو هاد المذكرة الجديدة التي تلقب بمسار، وهي كانوا قالوا لنا الأساتذة نتاع الثانوية والذهب أنها سوف تلغى هذه الأنشطة جميعا. إذا اسمح لي ولدي، هاد المذكرة شكون اللي قال لكم كاينة هاد المذكرة وكاينة هاد الشروط ديالها؟ أساتذة ديالها؟ باش نقدر نقول لك لا ما تقول الأسماء ولكن مجموعة عامة الأساتذة. أي وباش وباش باش باش كنا باش كنا باش كنا باش كنا نشوفوا ماشي غير حنا اللي سي والذهب، تقريبا كاع اللي سي احتراماتي لجميع الليسيات، لعبد المؤمن، للمغرب العربي، زيري، احتراماتي. إذا شكرا نعطيو الأخ، كاين شي كلمة بغيت تزيدها ولدي؟ بغينا سميتها غير نوجهوا هذا الرسالة سميتها لكافة
التلاميذ كافة التلاميذ نتاع والذهب انها هناك سوف ستغير هذا ان شاء الله غادي يكون حل هذه المذكره في حال الا كان شي مذكره وعدكم السيد النائب ان بغيت نبلغ هذا الرساله اللي قالوا لنا الاساتذه بلا كانت غلط رحنا كانت بالصفه مشرف لينا نتقابلوا مع اساتذه تحداهم يعني الاساتذه اللي قالوا لكم انتم مستعدين باش تواجهوهم علاش قلتوا لنا واه سميتو لحقاش هو كان الوزير وزير النيابه سميت لحقاش كان النائب نيابه وجده انكال نيابه وجده انكال كان مشرف لنا حنا نهضروا معاه سو فهمنا واش كاين سو قال لكم بلي هذه المذكره ما كايناش وهذا الكلام اللي قال لكم الاساتذه ما كاينش بغيناها بغينا سميتها توصلوا للحقيقه واه نوصلوا للحقيقه اذا حنا رحنا بدورنا درنا واحد الكلمه مع السيد النائب وراه غادي يشرح لكم غتشوفوا الفيديو غادي يشرح لكم اذا كان شي اخ من الاخوه اللي بغى يزيد يدخل السلام عليكم محمد امين قادم من ليسي الثانويه واد الذهب جينا من واد الذهب درنا واحد الانتفاضه تما داخل الليسي عسال جينا من تمايا حتى النيابه جينا لهنا درنا شي مظاهرات وهذيك المظاهره علاش درتوها يعني على حساب الحقوق ديالنا كاين شي تلاميذ كانوا دايرين في بالهم باللي على حسب ما قالوا لهم الاساتذه باللي كاين شي هذيك النقطه نتاع الانشطه وكذا ما كايناش يعني يضرب غير على الواجب وكذا باش يدي هذيك النقطه جينا تحاورنا مع السيد النائب هنايا وضح لنا واش كاين وكمان رحنا نطالبوا بهذوك الحقوق يكونوا نيشان اذا انتم كطالبوا بالحقوق ديالكم يعني كطالبوا باش فحال شي لكن هذه المذكره ما تبقاش اسقاط المذكره ولكن السيد النائب كيف قال لكم ان المذكره ما كايناش ان شاء الله سميتها ان شاء الله بعد الوعد نتاع سعاده النائب يعني كطلبوا من السيد النائب باش يوفي بالوعد ديالو وكنبغيو نوجهوا واحد الرساله للاساتذه نتاعو على باش يبقاو يجيبوا لنا اخبار صحيحه ما يفهمونا من بغاو يجيبوا لنا شي رساله يعطوها لنا مضبوط داك الشيء صحيح ما بقاوش مابقاوش عاد يعني كطلبوا الاساتذه باش يعطوكم الصراحه ما يبقاوش يدفعوكم الحاجه اللي ما كايناش نعم نعم اذا زيد تفضل اودي زيد هذا غير بالدارجه اودي معلش دابا كنقولوا السيد النائب العام يوضح لنا هذا الشيء كنشكروه جزيلا وكنتمنوا انه يدير ديك الهضره اللي قلنا انه يضر على الليسيات ويوضح لجميع الاساتذه باش يفهمونا حنايا اذا الرساله ديالك غادي توصل ان شاء الله اذا صوبيت اوصلك سميتها نشكر جميع الليسيات نتاع والذهب بصفه عامه لحقاش باش مكننا نتحاوروا مع سعاده النائب باش يفسرنا واش كاين سو نتمنوا يوفي سعاده النائب يوفي بهذا الوعد نتاع شكرا تبارك الله عليكم وجهك سيد غير واحد النقطه سيد خرج على نطاق نظام جديد الا هو مسار سيد الاستاذ المغربي ملي كيدخل عنده شي تلميذ ادبي بحال سيد ما كيعجبوش الحال كاين عاود ولدي فهمني مزيان الاستاذ المغربي يعني اساتذه يعني بصفه عامه ملي كيدخل عنده شي تلميذ ادبي ما كيعجبوش الحال علاش ما كيعجبوش الحال الادبي هو التلميذ المشاغب هو التلميذ الكاسل هو كتوفر فيه كما نقولوا جميع ديك لك بيني بينك واش التلاميذ الادبيين كسالى بيني بينك وبيني بينك واش التلاميذ يعني الادبيين مشاغبين لا لا ما كاينش واذا هذه نظره خاطئه هذه مجرد يعني كتجرح هذه الكلمه كتجرح الاسئله التلاميذ كتجينا كسالى كاع ما وصلش للنيابه تبارك الله انتم باغيين تقراو كاين شي واحد فيكم كيكمل لا ما كتكميو ما كديروا حشيش ما كديروا مخدرات ما والو يعني وليدات الناس اللي باغيين تقراو سيدي تبارك الله عليكم بقات لنا واحد دقيقه استاذ حنا اللي بغينا نقولوا لهم زعما مور خلاص حنا خاش حنا هذوك حنا علاش جينا حنا قالوا لنا باللي استاذ الانشطه ما كيتحسبوش مشاركه ما كيتحسبوش حنا قلت حنا كن شي مره كنسهر ما كنرقدش حتى شي ثلاثه ولا كنخدموا في الانشطه يعني بالسبع عليك كيقول فيه 25% اذا الكلام ديال الاساتذه هو اللي دفعكم باش تجيو نعم وهذا الكلام خطا بحال اللي قال لكم السيد من خطا خطا بصفه عام ربما الاساتذه اللي قال لكم عندهم شي مصلحه ما نعرفش كاش منهم راه خلاص ماشي حتى المنهجيه باش المنهجيه باش يعاونونا باش نفهموا هذا هذا المسار ما فهموها الناس مزيان اذا مادام الاستاذ عطاكم هذه المعلومه خطا يقدر يعطيكم معلومات اخرى خاطئين ولا لا واه ما عرفتش حنا جينا عندنا قال لك الانشطه كيتقلعوا يعني والنقاط حنا هما يدفعوهم إذا شكرا تبارك الله عليك شكرا.